الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض بقوة إجمالية تبلغ 4000 سرير. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 88 حالة إضافية. أكثر من 10 ملايين مصاب بفيروس كورونا حول العالم والوفيات تتجاوز نصف المليون. أسعد الله صباحكم. نشرة الأخبار الموجزة من قناة النيل. تفقد الرئيس السيسي بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية تبلغ 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات إسعاف طبي طائر. وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من اللواء طبيب خالد الخوري قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل استعرض فيه مكونات مجمع المستشفيات. تأكيداً لتوجيهات سيادتكم يا فندم بضرورة دعم إمكانيات الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، تم إنشاء مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية للأسرة 4000 سرير موزعة كالآتي: عدد 4 قاعة عزل بطاقة 750 سرير بإجمالي 3000 سرير عزل، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات منها 3 مستشفيات ميدانية وعدد 2 مستشفى عزل بطاقة أسرة 1000 سرير إقامة، منها 40 سرير رعاية مركزة مجهزة ب 24 جهاز تنفس صناعي. والمستشفيات يا فندم مدعمة بعدد 3 غرف عمليات زائد 3 وحدات أشعة وثلاث معامل تحاليل طبية. قامت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الإمداد والتموين والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للبصريات في مدة لم تتجاوز 15 يوم بتنفيذ وتجهيز مستشفى ميداني زائد عدد 2 مستشفى عزل. تم ذلك يا فندم بخبرات وإمكانيات مصرية 100%. المستشفيات الميدانية يا فندم مكونة من عدد 17 خيمة تم تصنيعها من قماش معالج كيميائيا بأحدث التقنيات العلمية، حتى أنه مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات، كما أنه مقاوم للحرائق وعازل لتسرب المياه. جميع الخيام يا فندم من الداخل مكيفة بنظام الضغط السلبي ومزودة بفلاتر لتنقية الهواء لتمنع انتشار الجراثيم والميكروبات. الطاقة الإجمالية للأسرة يا فندم عدد 200 سرير إقامة، منها 11 سرير رعاية مركزة ومزودة بغرفة عمليات بطاقة عمليات يومية 15 عملية ما بين متوسطة وعمليات لدواعي إنقاذ الحياة. كما أن المستشفى فندم مدعمة بوحدة أشعة بها جهاز موجات صوتية متنقل، كما أنها مجهزة بمعمل تحاليل طبية وصيدلية. المستشفى فندم مجهزة إداريا على أعلى مستوى حتى أنها يمكنها الدفع بها للعمل في المناطق المنعزلة معتمدة على إمكانياتها الذاتية إذا لم تتوفر البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، حيث أنها مجهزة بمطبخ ميداني يكفي لإعاشة جميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية، كما أنها مزودة بمغسلة وخزانات للمياه النقية بطاقة استيعاب 45 متر مكعب، بالإضافة إلى خزانات الصرف الصحي، وبها سكن للأطقم الطبية والإدارية مزود بدورات مياه متنقلة. منطقة المجمع بالكامل يا فندم مؤمنة طبيا بعدد 50 عربة إسعاف رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 طائرة إخلاء جوي و
وبها عناصر تطهير الكيميائي الممثلة بعدد 22 عربة و18 تريسيكل تطهير ومؤمنة إدارية يا فندم ب 250 أتوبيس وميباص نقل أفراد ومنطقة إعداد الوجبات الغذائية يا فندم تكفي لإعداد الوجبات الغذائية لجميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية الموجودة بمنطقة المجمع. أستأذن سيادتكم يا فندم في بدء تفقد المستشفى الميداني. أي أوامر يا فندم؟ تصرفنا فيها دي يا فندم قيمة الرعاية المركزة مكونة من 11 وحدة، كل وحدة مجهزة بسرير رعاية مركزة، مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمريض، مضخة محاليل، مضخة أدوية، مصدر للأكسجين متصل بشبكة غازات رئيسية بتغذي المستشفى كلها يا فندم، جهاز تنفس صناعي متنقل قادر على العمل في وجود مصدر أكسجين أو بدون. حالة الطوارئ يا فندم الرعاية مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، جهاز سونار لعمل أشعة موجات فوق صوتية متعدد الاستخدامات ومتنقل، كراس رولي مجهز بأدوية دواعي إنقاذ الحياة، جهاز صدمات لعمل إنعاش لعضلة القلب عند الطوارئ، كما أن الرعاية مجهزة بمنظومة مراقبة مركزية متصلة بجميع المونيتورز الموجودة في الرعاية يا فندم حتى يتسنى للفرد الطبي الموجود في الرعاية متابعة العلامات الحيوية لجميع المرضى الموجودين في الرعاية في نفس الوقت لتحقيق أعلى معدلات الخدمة الطبية يا فندم. الكشاف الجراحي مجهز جراحي، جهاز الكي الحراري، جهاز صدمات كهربائية في بعض الحالات الطارئة، وجهاز التخدير. تم يوجد لدينا ايضا كافه الادويه والمستلزمات المستخدمه في العمليات الجراحيه بما يضمن امن وسلامه المريض. ويا الله شكرا جزيلا. سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في غرفه الاشعه التي تتكون من جزئين، الجزء الداخلي يا فندم يحتوي على الجهاز والجزء الخارجي يحتوي على وحده التحكم يا فندم. الجهاز يا فندم عباره عن جهاز اشعه رقمي لا يحتاج الى تحميض، وبالتالي يا فندم الحالة بتتصور وإحنا بتطلع الصورة على طول على الشاشة، ومن خلال الطبع يا فندم نقدر نطبع الفيلم في أي وقت. الغرفة بالكامل يا فندم مرصصة لحماية الطاقم الطبي من الإشعاع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا. القاعة اللي سيادتك مشرحنا فيها يا فندم هي القاعة المخصصة لعزل السيدات، وتحتوي على عدد 750 سرير مقسمة إلى 9 قطاعات مميزة بألوان مختلفة. أحب أطمن سيادتك يا فندم أننا اتخذنا كافة الإجراءات اللي بتؤمن المريض طبياً وإدارياً منذ لحظة دخوله إلى استقبال القاعة وحتى وصوله إلى المكان المخصص ليه داخل القاعة. على يمين ويسار سيادتك يا فندم غرفتين لتغيير ملابس المرضى تم تقسيمها طبقاً للون كل قطاع، وعلى يمين سيادتك يا فندم غرفة التعيينات الخاصة بتوزيع الوجبات على المرضى ويليها الصيدلية. استأذن سيادتك يا فندم في بدء تفقد القاعة. وخلال الجولة التفقدية قام الرئيس بالمرور على العناصر المتخصصة من الإدارات المتخصصة المختلفة من القوات المسلحة، والتي تشمل سيارات الإسعاف وأطقم التطهير والتعقيم وعناصر جهاز النقل التابع للقوات المسلحة والإسعاف الطبي الطائر. المستشفيات تحقق الأمان الصحي
وتطبق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي قامت القوات المسلحة بتجهيزها بقدراتها الطبية والفنية والإدارية لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتدي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق لاستعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة. وفي هذا الإطار تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خاصة بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وجسر السويس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس وتسهيل المرور وتقليل استهلاك الوقود وانخفاض نسبة التلوث بتلك المناطق، إلى جانب استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا تطوير المحاور المحيطة بكل من مناطق جامعة عين شمس وميدان رمسيس وأرض نادي الفروسية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتدي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها، كما اطلع السيد الرئيس على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي، وذلك استغلالا لموقعها الفريد الذي يتوسط عدد من المحافظات، فضلا عن إطلالتها المتميزة على البحر المتوسط. كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الأفكار الخاصة بالتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها وبما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة. يعقد مجلس الأمن غدا الاثنين جلسة للنظر في قضية سد النهضة، وذلك استجابة لطلب تقدمت به مصر. كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي قد أعلن أنه تم حل أكثر من 90% من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة العملاق على النيل، وذلك من خلال لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة، وستصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع. بدأ طلاب شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة أداء امتحان مادة الديناميكا وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية من الإصابة بفيروس كورونا. وشيد محيط اللجان منذ السابعة صباحا استعدادات مكثفة بتعقيم اللجان وتنظيفها لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا وحتى التاسعة،
كما تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات. وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة من المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا ورقة أولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس مفاهيم اللغة الأجنبية الثانية استعدادا للقبول بالجامعات. ونقترب أكثر من الصورة أمام أحد اللجان، حيث يوفينا مراسلنا منذر أبو ضوح بالتفاصيل من إحدى لجان محافظة الجيزة. إليك منذر، يعني كيف تبدو الأمور اليوم والاستعدادات، يعني كيف تبدو أيضا وماذا التزم بها؟ نعم بالفعل، بداية تحياتي إليك زميلتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل كنا قد تابعنا مع الثامنة من صباح اليوم فتح أبواب المدارس أمام طلاب الثانويات العامة مع تجهيزات وإجراءات احترازية عديدة قامت بها وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، سواء من التربية والتعليم والصحة من إجراءات احترازية صحية، سواء بوابة التعقيم وكذلك المواد التطهير وكذلك الكمامات وعملية درجة الحرارة وقياسها بالنسبة للطلاب والاطمئنان على صحتهم. وبعد ذلك تم إغلاق باب اللجنة في الساعة 9 وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وذلك من ضمن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان. وبعد ذلك بدأت منذ حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق اللجنة امتحان أحد أفرع مادة الرياضة في هذه المدرسة، مدرسة العجوزة الثانوية بنات. وكنا قد تابعنا إجراءات احترازية عديدة قامت بها وزارة الداخلية سواء اليوم أو على مدار الأيام الماضية، وذلك لمنع تكدس المواطنين الذي تابعناه في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة من أولياء الأمور، والذي كان له تأثير كبير على حركة دخول الطلاب للمدارس. لكن التواجد الأمني المكثف من قبل وزارة الداخلية أمام اللجان الثانوية العامة ساعد على، كما نشاهد الصورة الآن خلفي، ساعد على نسبة الهدوء والمظهر الحضاري والصحي بالنسبة للطلاب لخلق جو صحي يساعد على إتمام عملية الامتحانات الخاصة بالثانويات العامة. أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح على هذه المتابعة من أمام إحدى لجان امتحانات الثانويات العامة بمحافظة الجيزة. أعلنت وزارة الصحة خروج 403 حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات الحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة وتمام شفائهم. يرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حتى السبت. وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 1168 حالة إصابة جديدة و88 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله إلى 63923 حالة إصابة و2708 حالات وفاة. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه حال استمرار الالتزام من جانب المصلين بروح الانضباط والضوابط الإجرائية والاحترازية الذي اتبعها الجميع عند فتح المساجد، فإنه سيعرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسباً. أضاف أن صلاة الجمعة القادمة ستكون بذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، قاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلي ظهر الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال، لافتا إلى أنه سيتم نقل الصلاة عبر شاشات التلفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط، فيما لا يتجاوز 20 فردا. بعد إعادة فتحها التزم أصحاب المقاهي بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة، سواء بالالتزام بنسبة 25% أو بارتداء الكمامات. أصحاب المقاهي أيضا قرروا تقديم المشروبات في أكواب التيكوي.
بدا الأمر بما خططت له الدولة بعد رفعها الحظر عن فتح المقاهي للمواطنين، فهنا يحكي الكثيرون عن مجال للترويح. الواحد من شغله البيت والبيت لشغله بقى محتاج حاجة رفع عن نفسه بيها، لا في نوادي ولا في أي حاجة ترفيهية، فالواحد بينزل يقعد شوية كده في الهواء وبعد كده يروح ينام يروح شغل الصبح إن شاء الله. لكن العاملين بها كان لهم رأي آخر رغم تأكيدهم للالتزام بالإجراءات الاحترازية. أول ما بنيجي بننظف المكان ونطهر ونعقم، وزي ما حضرتك شايف الكوبايات احنا شغالين بيها، يعني بنحاول نخلي النظافة على طول موجودة بحيث ان الحاجة دي طبعا احنا كنا قافلين بقالنا فترة وعايزين طبعا نشتغل، فبنحاول ان احنا ما نخلفش في اي حاجة. فبنسبة 25% التزم الكل، والتزم أيضا بالتباعد بين المواطنين لمنع انتشار الفيروس. الجديد في الأمر خاصة بالمقاهي الشعبية واختفاء ما يعرف بالأكواب الزجاجية وظهور أكواب التيكاوي. كل شغال دلوقتي بكوبات التيكاوي، ممنوع الناس تشرب مشاريب في كوبات إزاز. النرجيلة أو الشيشة إن جاز التعبير هي الأخرى قد اختفت من تلك المقاهي واختفت معها رائحة الدخان. فهنا يحكي عن مشحات الذي كان يدخن الشيشة كثيرا عن إقلاعه عنها سواء في البيت أو بالمقهى. ما فيش شيشة طبعا، ده شيء جميل حفاظا على الناس وعلى الصحة ومن المرض يعني أنا اتبسطت والله لما أقول كده والله. الجديد في الأمر أيضا هو التزام الكل بمسافات التباعد فيما بينهما. ومعطل بتاعك معك وكمامتك، لو حد يقعد قريب منك ارفع الكمام حماية ليك ولأسرتك. على أي حال فإن المقاهي قد فتحت أبوابها أمام الكل، وما على المواطن إلا الالتزام. قهوة بلا نرجيلة أو شيشة كما تعرف شعبيا، هكذا بدا الحال بالقهوة المصرية، عودة رضى بها الكل مع اتباعهم للإجراءات الاحترازية حفاظا على الأرواح. رمضان الشحات، النيل. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 10 ملايين حالة، وبلغ عدد المصابين أكثر من 500,000 شخص على مدار 7 أشهر منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا بالفيروس التنفسي على مستوى العالم، تليها البرازيل. ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني إن القرار استثنى رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة، إضافة إلى رحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في مجال البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان. قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ نحو 2.5 مليون شخص، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع ليصل الإجمالي إلى أكثر من 125,000 حالة، وسجلت معظم الزيادات في عدة ولايات بجنوب وغرب البلاد، وكانت قد بدأت إجراءات إعادة فتح الأنشطة التجارية في وقت سابق. أعلنت البرازيل تسجيل 38,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع بذلك الإجمالي إلى 1,313,667 حالة. أشارت الصحة البرازيلية إلى تسجيل 1,109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، يصل بذلك الإجمالي إلى 57,000 حالة وفاة. تعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، والثانية أيضا من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة. أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الأوروبيين لم يتفقوا بعد على قائمة الدول التي يسمح مستوى عدوى كوفيد-19 فيها بأن تعتبر آمنة، ما سيسمح للمقيمين فيها بدخول أوروبا في يوليو القادم. بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في القارة العجوز نحو 196,000 وفاة وأكثر من 2.5 مليون إصابة. بعد أن عانت مرارا قبل أن تتخلص من لقب ثاني أسوأ بؤرة لانتشار وباء كورونا في العالم، تواجه أوروبا شبح موجة ثانية من انتشار الفيروس تنذر بما لا يحمد عقباه مع انهيار حصون الإجراءات الاحترازية أمام وطأة الركود الاقتصادي.
مؤشرات المرض رصدت استحواذ القارة العجوز على ما يقرب من نصف عدد ضحايا الفيروس بحصيلة بلغت نحو 196 ألف حالة وفاة وثلث حجم الإصابات بحصيلة أكثر من 2.5 مليون إصابة، الأمر الذي حمل منظمة الصحة العالمية إلى تحذير قادة دول أوروبا من الوصول إلى حافة الهاوية مع إعادة انتشار الفيروس بسرعة في 11 دولة. في بريطانيا التي تكبدت أفدح خسائر أوروبية في الأرواح بحصيلة أكثر من 43 ألف حالة وفاة، لوحت الحكومة بإمكانية إغلاق الشواطئ بعد تجمع آلاف المصطافين ومحاولات متكررة من الشرطة لتفريق احتفالات في شوارع لندن. فيما يتعلق بالمناطق والمنتجعات السياحية التي تشهد ازدحاما شديدا، لن تقتصر عواقب ذلك على انتشار العدوى، بل ستتأثر الخدمات الصحية وتزداد أعداد المرضى، مما يسبب ضغطا كبيرا على المستشفيات. يجب على الحكومة البريطانية أن تأخذ ذلك في الاعتبار مع إقدامها على تخفيف الإجراءات الاحترازية، فعلى سبيل المثال يجب مراعاة مسافة تباعد اجتماعي على الشواطئ كما هو مطبق في إسبانيا. في البرتغال أعيد فرض إجراءات الحجر الصحي على أنحاء من العاصمة لشبونة كما حدث في منطقتين غرب ألمانيا. أما إسبانيا تراقب الأجهزة الصحية لديها عن كثب ظهور 3 بؤر للعدوى تثير القلق. وقبل تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا، تعهدت المستشارة ميركل بتعزيز قدرة القارة على مواجهة وباء كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأنشطة الاقتصادية، إلا أن ميركل حذرت من استمرار شوكة الوباء وسط مخاوف من موجة ثانية لانتشار الفيروس. وألقت المستشارة الألمانية بالمسؤولية على الأوروبيين في التعامل مع الأزمة بالحفاظ على سلامتهم عبر التمسك بإجراءات الوقاية الشخصية. ختم هذه النشرة تذكير بأنبائها. الرئيس السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض بقوة تبلغ 4000 سرير. وزارة الصحة تعلن تسجيل 1168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 88 حالة إضافية. أكثر من 10 ملايين مصاب بفيروس كورونا حول العالم والوفيات تتجاوز نصف المليون. إلى اللقاء.